المزمور 78، قصيدة لأساف. اصغى يا شعبي إلى توراتي، أميل آذانكم إلى كلام فمي. أفتح بمثل فمي وأعلن ألغازا منذ القدم، التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا. لن نخفي عن بنيهم من الجيل القادم، مخبرين بتسابيح عن يهوى وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع التوراة في إسرائيل، التي أوصى آباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل القادم بنون سيولدون فيقومون ليخبروا أبناءهم، فيجعلون على إلهيم اعتمادهم، ولا ينسون أعمال إلهيم، بل يحفظون وصاياه، ولا يكونون مثل آبائهم، جيلا زائغا متمردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لإلهيم. بنو إفرايم رماتوا القوس، تقهقروا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد إلهيم، وأبوا السلوك بحسب توراته، ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراها لهم. قدام آبائهم صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعان، شق البحر فعبرهم، ونصب المياه كجدار، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار. شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من الصخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا إلهيم في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم، وتذمروا على إلهيم قائلين: هل يقدر إلهيم أن يرتب مائدة في البرية؟ هوذا ضربت الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، فهل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع يهوى فغضب، واشتعلت نار في يعقوب، واشتد السخط على إسرائيل، لأنهم لم يؤمنوا بإلهيم ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل، وقمح السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. أهاج ريحا شرقية في السماء، وساق بقوته ريحا جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب، وكرمل البحر طيورا مجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حول مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأعطاهم مشتهاهم، فلم يزوغوا عن شهوتهم وطعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب إلهيم وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل، ومع هذا ظلوا يخطئون ولم يؤمنوا بعجائبه. فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب، وعندما قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى إلهيم، وذكروا أن إلهيم صخرتهم وإلهيم العلي وليهم، فخادعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف، يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. ذكر أنهم بشر، ريح تذهب ولا تعود، كما عصوه في البرية وأحزنوه في البرية، رجعوا وجربوا إلهيم وأغاظوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعان، إذ حول خلجانهم ومجاريهم إلى دم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم، وضفادع فأفسدتهم، أسلم للدود غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة الدمار، مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوبأ، وضرب كل بكر في مصر بكور القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداءهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقترته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل. فجربوا وعصوا إلهيم العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل آبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغازوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيل أصنامهم،
سمع إلوهيم فغضب ورزل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلوه الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي شعب عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه. مختاروه أكلتهم النار ولم تنشد لعذاراهم أغنية زواج، كهنته سقطوا بالسيف وأراملهم لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار يصرخ عاليا من الخمر، فضرب أعدائه إلى الوراء جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط إبراهيم، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مقدسه مثل مرتفعات كالأرض التي أسسها إلى الأبد. واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف النعاج المرضعة، أتى به ليرعى شعبه يعقوب وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.